جرى اتصال هاتفي اليوم بين سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه ومعالي السيد جابي اشكنازي وزير خارجيه دوله اسرائيل وقد تبادل الوزيران خلال الاتصال التهاني والاحاديث الوديه بمناسبه اعلان السلام بين مملكه البحرين ودوله اسرائيل الذي تم الاعلان عنه يوم امس في اتصال هاتفي بين جلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى وفخامه الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والتاكيد على اهميه المضي قدما بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمه للمصالح المشتركه وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقه